المميزه جدا اللي عملها محمد، ولكن يعني حظه وحش مش عارف ليه في ضربات الجزاء. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. نقول ايه، انا يعني عايز اقول لك مبروك النهارده، ولكن دايما بنقول كلمه مبروك لما الزمالك بيكسب، لكن مبروك النهارده الزمالك كان خسران 2-0 وقدر يتعادل ويحافظ على فرصه في الصعود لدور التحديد البطل. طبعا الحمد لله النتيجه، وان شاء الله خدت ماتش ربنا يكرمنا ونكسب، وان شاء الله نوصل للدور بعيد باذن الله. صوتك زعلان النهارده يا محمد. والله الحمد لله الحمد لله. عايز اقول لك حاجه، ان الزمالك عمل ماتش كبير النهارده ووصل كتير لمرمى عصام الحضري، ولكن كان في سوء توفيق وفي تالق من عصام الحضري. طبعا في سوء توفيق النهارده، بس الحمد لله كان برغم ان في سوء توفيق وكل ده، الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جولين النهارده ونتعادل بعد ما كنا متاخرين بهدفين. وده الحمد لله يعني لسه احنا كان حتى كنا في مكانكم برضه كان لازم نكسب ماتش اتحاد الشرطه. بالظبط. فان شاء الله يكون هدف جعفر ده ان شاء الله يرجعنا، ان شاء الله ماتش اتحاد الشرطه ان شاء الله حياه وموت باذن الله. طب قول لي ايه حكايه ضربات الجزاء اللي بتضيع منك دي تاني مره؟ والله ما عارف يا باشا، ما اعرفش الجون ده راح في حته وجع حطها في الجنب التاني اتقلب بشكل غريب، فالحمد لله. كانت فيها قوه زياده شويه. والله كنت مش هو خالص، بس هو زي اغلبيه ملاعب مصر تبقى الحته بتاعت برانتي نازله لتحت شويه. فلما تيجي تشوط الكوره ممكن تعلى منك، ما بتبقاش ضامنها قوي. حسيت بعد ما ضيعت ضربه الجزاء بايه؟ والله حسيت ان احساسي اللي انا يعني اللي انا حسيت ان انا ضيعت الفريق وكده، بس الحمد لله يعني برضه قدرت ان انا مع الزملاء اللي احنا نعمل ماتش كويس نتعادل ده. الحمد لله يعني رجع شويه، الحمد لله الواحد ثقه الحمد لله. محمد قول لي بين الشوطين ميدو قال لكم ايه وانتم خسرانين 2-0؟ لا كابتن ميدو والله كله بيتكلم معانا، العبوا كورتكم ما لكوش دعوه باي ضغط، وانزلوا خلاص فاضل لكم فاضل 45 دقيقه لازم تموتوا نفسكم فيها، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون، وده اللي الكلام اللي كابتن ميدو قاله. الحمد لله نزلنا الشوط الثاني كنا رجاله، وكنا زي ما حضرتك شفت النهارده يعني كنا بنهاجم، كل الناس كانت بتهاجم، وربنا كرمنا وقدرنا نجيب جولين الحمد لله في يعني الجول الاول والجول الثاني في وقت قاتل الحمد لله، يعني كان في توفيق كبير من ربنا الحمد لله. الزمالك قادر على الفوز في المباراه الاخيره امام اتحاد الشرطه؟ طبعا يا كابتن، الزمالك اكبر نادي في مصر يعني في افريقيا كمان، ف ما ينفعش احنا زي ما حضرتك قلت في المكالمه دايما بيقول الزمالك مبروك وهو كسبان مش هو متعادل. طبعا النهارده احنا بنقول مبروك عشان احنا كنا متاخرين وجبنا جولين، بس انا شايف يعني الحمد لله فرصنا كبيره، وان شاء الله ماتش اتحاد الشرطه زي ما قلت لحضرتك حياه وموت ان شاء الله. انا الاول عندنا افريقيا ان شاء الله مركزين فيها، ربنا يكرمنا فيها الاول، وبعد كده ماتش اتحاد الشرطه بعد شهر ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني نقول برضو مبروك ان الزمالك حافظ على فرصته في الصعود لدوري